السلام عليكم. إن شاء الله نكمل ليكتشر 2، وهو كل اللي كان فاضل لنا فيها هو اكزامبل 3، ويعني سبته فيديو لوحده لأن الأفكار في السؤال ده يعني. اكزامبل 3 بيقول لنا إيه؟ بيقول لك وي هاف تو بوكسز، عندنا صندوقين، أول بوكس اسمه إيه؟ جواه كورتين لونهم أبيض، وتاني بوكس اسمه بي، جواه أربع كور لونهم أحمر. بيقول لك each time one ball selected from each box then replaced، يعني انا الترانزيشن بتاعي ان انا باخد كوره من البوكس اللي اسمه ايه وباخد كوره تانية من البوكس اللي اسمه بي وبدلهم، يعني هو ده الترانزيشن بتاعي، هو ده اللي لازم يحصل كل مره. يعني معنى كده ان البوكس ايه ده طول الوقت هيفضل جواه كورتين بس، سواء بقى بدلنا ابيض مع احمر وكده، بس عمره ما هيزيد عن كورتين، والبوكس اللي اسمه بي هيفضل جواه أربع كور بس، عمره برضو ما هيزيد عن أربع كور أو حتى يقل. يعني بالمنطق كده لو أنا يعني صندوق فيه كورتين وصندوق فيه أربع كور، لما باجي أشيل حاجة ببدلها بحاجة تانية، فأكيد يعني عمر مدائها هيبقى لا أكتر من اتنين ولا أقل من اتنين، ولا ده عمره هيبقى أكتر من أربعة أو أقل من أربعة. بيقول لي إن الـ XN هي number of red balls in A. الـ XN دي هو المقصود بيها الستيت بتاعتي، او هو ده الستيت سبيس اللي انا هحدد على اساسه انا شغال على انهي ستيت. يعني هتبان واحنا بنحل دلوقتي، بس انا بحدد على اساس في كام كوره حمراء في ايه، هو بقى عايز الانيشال ديستريبيوشن، عايز البي، وعايز شويه حاجات تانية هنشوفهم واحده واحده. اول حاجه نحلل السؤال بتاعنا. احنا عندنا في الكلام اللي هو لسه مديهولنا ده ثلاث احتمالات. اول احتمال ان الـ A جواها كورتين ابيض والـ B جواها اربع كور احمر، فالاحتمال ده هسميه ستيت زيرو. ليه سميته ستيت زيرو؟ لان هو قال لي انت بتسمي الستيت على حسب number of red balls in A، فانا هاجي ابص في الـ A مفيش red balls، فمعنى كده ان دي زيرو. تمام. الاحتمال التاني ان انا يبقى عندي في الـ A كورة ابيض وكورة احمر، وفي البي ثلاث كور احمر واحدة ابيض، فده سميته استيت واحد. ليه سميته استيت واحد؟ لان احنا قلنا ان الاكس ان اللي هي بسمي على اساس الستيتس عدد الكور الحمراء جوه ايه، فانا بصيت جوه ايه لقيت ان في كورة واحدة حمراء فسميتها استيت واحد. نفس الكلام بالظبط ثالث احتمال عندي، ان يبقى البوكس اللي اسمه ايه جواه كورتين احمر، والبوكس اللي اسمه بي جواه كورتين احمر وكورتين ابيض، ففي الحاله دي هسميه ستيت 2. ليه؟ لان انا بحدد عدد الكور الحمراء اللي جوه ايه، فببص على ايه لقيت جواها كورتين احمر، فعشان كده سميتها ستيت 2. في المنظر ده هم دول الثلاث احتمالات الممكنه بس. يعني انا عارف ان ايه لازم يكون جواها كورتين بس، وان بي لازم يكون جواها اربع كور، فدي كل الاحتمالات الممكنه، يا اما ايه الكورتين اللي جواها ابيض، يا اما واحده ابيض واحده احمر، يا اما الاثنين احمر، مفيش احتمالات تانية. فسميت اول احتمال ده زيرو عشان في زيرو ريد بولز هنا، وده سميته 1 عشان في 1 ريد بول، وده سميته 2 عشان في 2 ريد بولز. فاحنا كده حللنا السؤال، يعني انا عارف ايه كده الستيتس بتاعتي، نبتدي نحل. اول حاجه انا حددت الستيت سبيس بتاعتي ان هي 0 1 و 2. ايه هو الانيشال ديستريبيوشن؟ لا، فلو تفتكروا الانيشال ديستريبيوشن هو احتمالات البدايه، احتمال ان انا ابدا من عند ستيت 0، او احتمال ان انا ابدا من عند ستيت 1، او احتمال ان انا ابدا من عند ستيت 2. فببص كده هو في السؤال قال لي اصلا ان انت بدايتك ايه جواها 2 ابيض وبي جواها 4 احمر، يعني دي اصلا بدايتي، دي اللي هي مين؟ دي اللي هي ستيت زيرو. فانا 100% انا واقف عند ستيت زيرو، بدايتي اصلا قبل ما اعمل اي حاجه من عند ستيت زيرو، يعني ده شكل البوكسين اصلا قبل ما ابدا اي حاجه. فهقول ان البروبابيلتي في اكس نود ان انا ابدا من عند الزيرو هي واحد. واحد هنا المقصود بها 100%، مش اللي هو الواحد الستيت، لا، واحد المقصود بها هنا 100% لان ده احتمال. طيب ايه احتمال ان انا ابدا من عند واحد؟ زيرو. احنا قلنا خلاص بقى انا اكيد بادئ من عند زيرو، فاكيد مش هبدا من عند واحد، واكيد برضو مش هبدا من عند اتنين. طب انا عرفت ان انا بادئ من عند زيرو، تاني ان هو مديني في السؤال ان انت اصلا ايه بدايتك contains two white balls وبي جواها four red balls،
فانا ببص مين الاحتمال ده؟ ده ستيت زيرو صح؟ يبقى انا اكيد 100% عند ستيت زيرو و0% عند ستيت 1 و0% عند ستيت 2. ده كده كان اول طلب هو عايزه اللي هو الانيشال ديستريبيوشن بتاعنا او الباي نود. تاني حاجه هو عايز البي. البي بقى هي بتعبر عن الترانزيشن من كل ستيت للتانيه، فهناخدها واحده واحده. هو ده الناتج النهائي للبي، بس احنا ايه هناخد واحده واحده كده. طبعا عندنا 0 1 2 يعني بسميهم على حسب الستيتس اوكي، وبالكولمز كده برضو 0 1 2. فهناخد واحده واحده بقى وايه ونشوف ازاي ممكن اجيب البي بتاعتي كل اليمنت فيها لوحده. اول حاجه يعني عشان نبقى عارفين، البي بتعبر عن الترانزيشن، يعني ان انا عايز ابقى في 0 مثلا واروح ل 0، انا عايز ابقى في 1 واروح ل 2 وهكذا. فاول حاجه فروم 0 تو 0. يعني ايه فروم 0 تو 0؟ يعني انا عايز ابقى في ستيت 0 وبعد ترانزيشن افضل برضو في ستيت 0. طب هل الاحتمال ده ممكن؟ يعني هل ممكن ان انا يبقى عندي كده؟ يعني تخيل بجد صندوقين، الصندوق الاولاني ماشي فيه كورتين ابيض والصندوق الثاني فيه اربع كور احمر، هل بعد ما تبدل واحده ينفع نفضل على الحال زي ما هو؟ مستحيل. يعني انت تبدل واحده اللي هو تاخد واحده من هنا واحده من هنا وتبدله، هل انت في احتمال انك بعد ما تبدلهم يفضل ده اتنين ابيض وده اربعه احمر؟ مستحيل، ما ينفعش. فمعنى كده ان انا فروم 0 تو 0 هتبقى ايه؟ بزيرو. لان اكيد اكيد الموضوع مش يعني مستحيل، الموضوع دي المفروض تكون زيرو. يعني انا اتلخبطت وانا بتكلم، دي المفروض تكون زيرو. بس ما علينا. فمعنى كده ان فروم 0 تو 0 فالاحتمال ايه؟ زيرو. ما انا مستحيل لما يبقى عندي صندوق فيه كورتين ابيض وصندوق فيه اربع كور احمر واقوم واخد واحده من هنا حاططها مكان واحده من هنا ويفضل برضو الشكل ان ايه تكون فيها اتنين ابيض وبي تكون فيها اربعه احمر. مستحيل هيبقى في واحده من الابيض راحت هنا وواحده من الاحمر راحت هنا. فمعنى كده ان الاحتمال ده غير ممكن. طب فروم 0 تو 1 يعني ايه؟ فروم 0 تو 1 يعني انا في ستيت 0 وعايز اروح لستيت 1، هل ايه الاحتمال ان انا ابقى في ستيت 0 واروح لستيت 1؟ طيب احنا واقفين عند ستيت 0 هنعمل تبديل. ما لما اعمل تبديل مفيش قدامي غير حل واحد، ان انا اخد واحده احمر احطها هنا واحده ابيض احطها هنا. طب ايه الحاله اللي حصلت دي؟ هي دي ستيت 1، هي اخدت واحده احمر جت هنا واخدت الابيض اللي كانت هنا دي وديتها هناك. فانا اكيد لو انا واقف في ستيت 0 هروح لستيت 1. ده احتمال اكيد ان انا اكيد ده اللي هيحصل، عشان لما اسحب من ايه كره بيضاء ومن بي كره حمراء وابدلها هيبقى واحد، هيبقى لستيت 1. لكن مفيش اي احتمال تاني. فمعنى كده ان بي 0 1 هتبقى 1 100%، انا لما ابقى في 0 هقف عند 1. طب بي 0 2 يعني هو من غير حتى ما تفكر المفروض ان الرو ده يكون مجموعهم واحد، طالما قلت هنا واحد يبقى اكيد دي كمان 0 لان لازم يكون مجموعهم واحد. بس برضه بالمنطق يعني لو انا واقف عند 0 وعايز اروح لستيت 2، هل في تبديله واحده تعمل لي الموضوع ده؟ احنا كل ده بنتكلم على ايه؟ على تبديله ترانزيشن واحد بس، وان تايم ستيب واحد بس. فهل في تبديله تعمل الموضوع ده؟ لا مستحيل. يعني انت عندك هنا اتنين ابيض وهنا اربعه احمر، مره واحده كده عايز تبقى هنا اتنين احمر وهنا اتنين ابيض واتنين احمر، ازاي هتعمل الموضوع ده في نفس التبديله؟ مستحيل. فبالتالي من ستيت 0 الستيت 2 غير ممكن، فهن برضو هنقول ايه؟ زيرو. طيب ده لغايه دلوقتي كان ايه الجزء اللي هو يعني باين شويه. الجزء اللي جاي بقى اصعب سنه. فروم 1 تو 0 اللي هو ايه؟ الاليمنت اللي هنا فروم 1 تو 0. احنا كل ده قاعدين بنجيب الماتريكس، فانا اخدت فروم 0 تو 0، فروم 0 تو 1، فروم 0 تو 2، وكده انا جبت ايه؟ جبت اول رو. نمسك تاني رو بقى فروم 1 تو 0. يعني انا واقف عند ستيت 1 وعايز ارجع لستيت 0. فيعني باللوجيك كده حاولت اجيبها في دماغي، عشان ارجع للستيت ده لازم اعمل ايه؟ لازم اخد الابيض اللي من هنا ابدلها مع الاحمر اللي من هنا، صح؟ عشان تبقى كده. انا هنا في واحده ابيض وواحده احمر، وهنا في ثلاثه احمر وواحده ابيض. انا عايز ارجعها ان هنا يبقى اثنين ابيض وهنا الاربعه الاحمر. فهعمل ايه؟ من الاي انا عندي واحده ابيض واحده احمر، هسحب الاحمر، مش كده؟ ما انا لازم اغرجع عشان اوديها للثانيه، فهسحب الاحمر. هتسحبها باحتمال قد ايه؟ واحد على اثنين، مش كده؟ ما هي واحده ابيض واحده احمر،
ايه الاحتمال انك تسحب الاحمر؟ 1/2. طيب هنا في واحدة ابيض وثلاثة احمر، انت عايز تسحب مين؟ عايز اسحب الابيض عشان ارجعها لايه؟ عشان يبقى شكلي زي ستيت زيرو. طب ايه احتمال انك تسحب الكرة الابيض من هنا؟ 1/4 مش كده؟ لان هما دول اربعة، الكرة الابيض واحدة، فيبقى الاحتمال 1/4. فهتضرب الاحتمالين دول في بعض واللي هيطلع ده هو بي 1 0، اللي هو انا في 1 وعايز اوصل ل 0، يبقى بي 1 0 هتساوي نص في ربع، تبقى 1/8، وهو ده هيبقى الاليمنت اللي هو بي 1 0. طيب الاليمنت بقى اللي هو بي 1 1، يعني لو انا واقف في ستيت 1 وعايز اوصل برضو لستيت 1 زي ما انا، ايه الاحتمال؟ يعني ايه التبديله اللي ممكن اعملها تخليني برضو في ستيت 1 زي ما انا؟ ان انا ابدل الابيض مع الابيض، هتفرق؟ يعني لو سحبت من هنا الكره البيضاء وسحبت من هنا الكره البيضاء وبدلتهم، هل هتفرق في حاجه؟ لا مش هتفرق في حاجه، يبقى انا برضو في ستيت 1. طب في احتمال تاني، يعني بص كده، انا ممكن اسحب الكره الحمراء واسحب من هنا واحده حمراء وابدلهم، برضو مش هتفرق، مش كده؟ يبقى انا عندي اكتر من احتمال. طب دي اعملها ازاي؟ اهي اول احتمال ان انا اسحب الكره البيضاء من الايه، هسحبها باحتمال ايه؟ باحتمال نص، مش كده؟ مش هما كورتين، انا عايز اسحب البيضة، يبقى باحتمال نص. واسحب الكره البيضاء برضو من بي، هسحبها باحتمال قد ايه؟ باحتمال ربع، مش كده؟ مش هما اربع كور وانا عايز اسحب البيضة، فهسحبها باحتمال ربع، واضرب دول في بعض تطلع 1/8. يبقى ده اول احتمال معايا، ان انا اسحب البيضة من هنا والبيضة من هنا وابدلهم. طيب قلنا في تاني احتمال، ان انا اسحب الحمراء من هنا والحمراء من هنا وابدلهم. طب هسحب الحمراء من ايه؟ هسحبها باحتمال قد ايه؟ نص برضه، لان هم كلهم كورتين وانا عايز اسحب واحد، يبقى 1/2. طيب هسحب الحمراء من بي باحتمال قد ايه؟ 3/4. ليه 3/4؟ مش هم ثلاث كور احمر؟ ماشي، وهم اصلا كلهم جوه البوكس اربع كور، يبقى الاحتمال هو 3/4، لان انا اكيد احتمال ان انا اسحب احمر من هنا اكبر يعني من احتمال ان انا اسحب ابيض، فيبقى الاحتمال 3/4 عشان في 3 كور حمراء وهم كلهم 4 كور، وبرده هضرب دول في بعض وتطلع 3/8. يبقى اول احتمال عندي طلع 1/8، وتاني احتمال طلع 3/8. فهقول ان بي 1 1 الاحتمال ان انا ابقى في ستيت 1 وافضل برده في ستيت 1 هيبقى 1/8 زائد 3/8 تطلع 4/8 اللي هي نص، تمام؟ وهنا خلي بالك قلنا زائد مش ضرب هنا، لان ده هو كان هو احتمال واحد بس، لما يبقوا اكتر من احتمال، في اول احتمال وفي تاني احتمال، بتضرب دول في بعض ودول في بعض، واللي يطلع من هنا ومن هنا تعملهم زائد، تمام؟ هتطلع ايه؟ نص. يبقى احنا جبنا ان from 1 to 1 برضو هتبقى نص. التالتة، يعني انت ممكن من غير ما تعمل اي حاجة انت عارف ان مجموع الرو كله 1، فدي توم ودي نص، يعني هتجمعهم وتطرح من 1 وتطلع 3/8 من غير ما تفكر يعني ازاي ممكن اوصل من ستيت لستيت والكلام ده، بس احنا برضو ايه عايزين نشوف عملنا ايه. الثالثه اللي هي ايه؟ فروم 1 تو 2، يعني انا واقف في ستيت 1 وعايز اوصل لستيت 2. خلينا نبص كده، ادي ستيت 1 وادي ستيت 2. ستيت 1 يعني هنا في واحده ابيض واحده احمر، وستيت 2 هنا الاثنين احمر. طب نعمل ايه؟ يبقى نسحب الابيض من هنا وبدلها مع واحده احمر من هنا، صح؟ ما انا عايز اجيب واحده احمر من هنا اجيبها هنا، والابيض دي اوديها هناك عشان ده يبقى شكل ستيت 2. فهقوم عامل ايه؟ من ايه هسحب الابيض؟ اللي هسحبها باحتمال ايه؟ باحتمال نص. ومن بي هسحب واحده احمر، هسحبها باحتمال ايه؟ 3/4 عشان في 3 احمر واحده ابيض، 3/4 واضربهم في بعض، نص في 3/4 هتطلع 3/8. ويبقى هو ده تاني رو معايا، اللي هو 1/8 ونص و3/8، اللي هي 1 from state 1 to state 0 from state 1 to state 1 from state 1 to state 2. اخر رو بقى اللي هو from state 2 لبقيه الستيتس، نعمله ازاي؟ نبص كده، from state 2 to 0 مستحيل، فانا عشان اوصل من 2 ل 0 انا محتاج ابدل مرتين مش مره، فمستحيل اوصل من 2 ل 0. بص كده، انت واقف عند 2 وعايز توصل ل 0 في تبديله واحده، ازاي؟ يعني مستحيل اعملها، ده ايه فيها كورتين احمر هنا
وهنا فيها كورتين ابيض، فانا لازم الاقي نفسي ببدل مرتين. لا ما ينفعش، هو لازم تبديله واحده. يبقى مستحيل اوصل من ستيت 2 لستيت 0 تبديله واحده. يبقى بي 2 0 هتطلع 0، الاحتمال 0% مستحيل. طيب من ستيت 2 لستيت 1 يعني ازاي بقى؟ اللي هو ابقى انا واقف عند ستيت 2 واوصل لستيت 1، فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اسحب واحده احمر من هنا واحده ابيض من هنا وابدلهم. لو بدلت واحده احمر مع واحده ابيض هتلاقي نفسك في ستيت 1. فايه بقى الاحتمال معايا؟ ايه الاثنين احمر اهم، وعاوز اسحب واحده احمر، فالاحتمال واحد لان هما الاثنين احمر، بقى اكيد هسحب واحده حمراء يعني. وهنا البي فيها اثنين ابيض واثنين احمر، وانا عايز اسحب واحده ابيض، يبقى الاحتمال هيبقى نص، اللي هما 2 على 4 هتضرب 1 في نص تطلع نص. يبقى from state 2 to state 1 هيبقى بكام؟ بنص. طبعا التالتة من غير ما تفكر يعني، و 0 بلس نص هتبقى نص من الواحد، لان المفروض الرو ده كله بواحد، واحد ناقص نص هتطلع نص برضو من غير حتى ما تفكر لوجيك اللي هي from 2 to 2 هعمل ايه وكده. فلو عايز تبص عليها مكتوبة هنا بس عادي هتبقى بلوجيك، وده هيبقى الشكل النهائي للبي بتاعتي. لو يعني الموضوع لسه مش باين قوي، جرب اسمع الحته دي كذا مره بس، يعني اتمنى ان انا اكون قدرت اوصلها. يعني نشوف بقى ايه بقيه الطلبات اللي هو عاوزها معايا. تالت طلب بيقول لي انا عايز البروبابيليتي ان x1 equal 1 و x2 equal 1 و x3 equal 2 مع بعض كده. طيب ما احنا عارفين ان الكوما دي معناها اللي هي علامه الانترسكشن، واخدنا قانون المره اللي فاتت بيحل الموضوع ده. فاول حاجه هعمل ايه؟ هرتبهم، جبت الاكس 3 في الاول، بعد كده اكس 2، بعد كده اكس 1، وقلت ان الاكس 3 دي اسمها بي، والجزء ده الباقي كله اسمه 1 او اسف اسمه ايه. فكان القانون ان هو البروبابيليتي اوف بي جيفن الاي مضروبه في البروبابيليتي اوف ايه، فقلت بروبابيليتي اهو مين البي عندي دي نزلتها، جيفن مين الاي اهي نزلتها برضه، مضروبه في probability ان ال b ان ال في probability ال a، قمت عامل probability ننزل ال a اهي. طيب ده سهل جدا انا احله، يعني كده كده هنستبعد ال x1 دي خالص، لان احنا قلنا بنعتمد على ال present بس اللي هو اجدد حاجه، ما بنعتمدش على الباست. فدي هتبقى b1 2 مش كده، لان من 3 ل 2 دي 1 تايم ستيب، فدي هتبقى b1 2. الثانية دي برضو تتقسم تاني بالقانون، هسمي الأولاني ده بي والتاني ده هسميه ايه، فهقول ان هي probability of b اهي نزلتها given ال a مضروبة في probability of a. طيب ده برضو ان انا احله سهل، لان ده one time step، فهتبقى b 1 1 تمام. مضروبة بقى في probability of ان x 1 equal 1، ايه ده؟ ده ما فيهوش given يعني، انا فانا هعرف ازاي كان one time step اجيبه من الماتريكس ولا ايه؟ ده بمنتهى البساطه بيقول لك انا عاوز احتمال ان انا اكون عند ستيت 1 بعد 1 تايم ستيب. طب دي بجيبها ازاي؟ بجيبها من الديستريبيوشن بتاعي، ف اللي هي الباي، فانا هجيب باي 1. ليه باي 1؟ عشان الرقم اللي هنا، انا بجيب الباي بقى على حسب ايه الرقم اللي هنا، لان ده بعد 1 تايم ستيب فهجيب الباي بعد 1 تايم ستيب. طب الباي 1 اخذنا القانون ده ايكوال باي نود في البي، الباي نود احنا جبناها في الاول خالص مضروبه في البي اللي لسه جايبينها من شويه اهي، قعدنا عملنا كل الحوار بتاع الكور ده عشان نجيبها، وتضربها في بعض هيطلع لك برضو ايه ماتريكس 1 في 3 كده. مين فيهم بقى اللي انت عايزه؟ اللي هو بي اكس 1 ايكوال 1 دي، لان هو عايز انت جبت له الباي 1 عشان هو قال لك اكس 1، فقال لك بقى ان هي تبقى ايكوال 1، فاحنا عارفين دي ان دي ايكوال 0 ودي ايكوال 1 دي equal 2، فاحنا هناخد اللي هي equal 1 دي طلعت بكام؟ ب 1، فيبقى b 1 2 في b 1 1 مضروبه في 1. ال b 1 2 هتطلع تجيبها من الماتريكس عادي، ادي 1 2 هتطلع 3 على 8، ال b 1 1 برضه من الماتريكس ادي 1 1 هتبقى نص تمام، مضروبه في ال 1 بتاعتنا عادي وهتطلع 3 على 16. يعني هي مش طبعا نفس فكره المره اللي فاتت، بس هي الفكره في ايه؟ في الموضوع ده لما يبقى مفيش جيفن فانت هتضطر انك تجيب مثلا ايه الباي دي تمام. تاني ده اخر طلب هو عايزه
ان الـ probability of x1 equal 1 و x3 equal 2. فنفس الفكرة بالظبط، هرتبهم اجيب x3 في الاول وهسمي دي b ودي a. ماشي، فيبقى probability of b given الـ a مضروبة في probability of a. لما هاجي ابص هنا هلاقيها 2 تايم ستيب، مش كده؟ المسافة من 3 ل 1 دي خطوتين، فهتبقى b سكوير 1 2. ليه 1 2؟ لان انا كنت واقف عند 1 اهي هنا ورحت ل 2، فهتبقى b 1 2 سكوير. a سكوير دي يعني انا هروح اجيب ال b سكوير واجيب منها الاليمنت 1 2. عشان اسهل على نفس الدنيا ممكن اضرب الرو اللي رقم 1 في الكولوم اللي رقمه 2. ماشي، مش ده اللي هو اللي متقل حواليه ده، مش ده اللي انا ضربت فيه، نضرب في ده. يعني الواحد على 8 في 0 ده بيطلع 0 ما كتبتهاش، الواحد على الاثنين في 3 على 8 تطلع 3 على 16، زائد 3 على 8 في نص تطلع 3 على 16 برضه، تجمعهم هتطلع 3 على 8. يبقى هي دي البي 1 2 سكوير، طبعا مضروبه في البي اكس 1 ايكوال 1، ودي جبناها من هنا، هي دي طلعت معايا، فهتطلع 3 على 8 في 1 ب 3 على 8. يعني بس كده ليكتشر 2 خلصت، واتمنى ان كل حاجه تكون واضحه. شكرا.